الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ جلستنا بتلاوة أسماء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخت الأمينة. شكرا معالي الرئيس. لا يجر متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم، سعادة السيد رضا فرج لظرف خاص، سعادة السيد جواد عباس لظرف خاص، وسعادة السيد عادل عسومي للسفر. شكرا. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على مضبطات الجلسة السابقة، فإذا كان هناك أي ملاحظات. بس حبيت أنوه أن الدكتور أحمد العريض كان عنده ملاحظة أبداها لي قبل الجلسة، وراح نعدل في مداخلته بما قاله فعلا في هذه الجلسة. يعني أرجو أن قبل التصديق على المضبط إن شاء الله الأخوان راح يعدلوا هذه المداخلة. بس حبينا نخبركم أن سيكون هناك تعديل بسيط على مداخلة الدكتور أحمد العريض. إذا تعتبر المضغطة مصادق عليها مع الأخذ بالاعتبار التعديل الذي سيرد على مداخلة الدكتور أحمد العريض. أخوان، عندنا بيان بمناسبة اليوم الدبلوماسي اللي هو اليوم يوم 14 لمملكة البحرين. الأخت الأمينة عم تفضلي. بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين. بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي تحتفي به المملكة كل عام في 14 من شهر يناير، يعرب مجلس الشورى عن بالغ فخره واعتزازه بالمكانة الإقليمية والدولية المتميزة التي باتت تحتلها مملكة البحرين، انطلاقاً من الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والقائمة على أسس بناء وتوطيد الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة، ومد جسور التعاون والعمل المشترك الذي يخدم الأهداف الإنسانية السامية، مؤكدين أن السمعة الرائدة التي تحظى بها المملكة دولياً تعد إحدى ثمار الدبلوماسية البحرينية المستندة إلى ثوابت إشاعة التسامح والتعايش والسلام والاحترام المتبادل وحسن الجوار، والدعوة الدائمة لانتهاج الممارسات الحضارية والديمقراطية في تحقيق أهداف التنمية على المستويات كافة. ويشيد مجلس الشورى بالاهتمام الكبير الذي تحظى به الدبلوماسية البحرينية من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عبر تسخير جميع الإمكانيات الوطنية داخل الوطن وخارجه لتحقيق المصالح العليا للوطن والدفاع عن مواقفه، والعمل بكل جهد من خلال مسارات الدبلوماسية المتنوعة على الترويج للمنجزات والمكتسبات التنموية التي تشهدها المملكة، مثمنين الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية البحرينية من خلال التمسك بالتطبيقات المثلى للمواثيق والقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان وبناء الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وإذ يعرب مجلس الشورى عن عظيم اعتزازه بالجهود الوطنية النبيلة التي يبذلها أبناء الوطن من خلال تمثيل المملكة في شتى المحافل ونقل الإرادة والعزيمة الراسخة لدى المملكة قيادة وحكومة وشعبا بالمساهمة الفاعلة في تطور وتقدم البشرية، ليؤكد المجلس اهتمامه الكبير بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الهادفة إلى بناء العلاقات وتبادل التجارب والخبرات في مجال العمل التشريعي بما يخدم القضايا والتحديات التي تواجهها دول العالم في شتى المجالات، متمنياً المجلس المزيد من التقدم والنجاح لمسيرة الدبلوماسية البحرينية العريقة
في ظل ما اكتسبته من سمعة طيبة قوامها الدعوة والمبادرة إلى الخير والأمن والسلام للشعوب كافة. شكرا. شكرا جزيلا. الرسائل الواردة من فضلك. الرسائل الواردة: الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة ألف من المادة 21 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012 والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء عبد الله علي النعيمي، علي عبد الله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد وسبيكة خليفة الفضالة لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء عبد الله علي النعيمي، علي عبد الله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد وسبيكة خليفة الفضالة لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، علي عبد الله العرادي وهشام هاشم القصاب لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الأسئلة: السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة في تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطور الرقمي وخطط التعليم عن بعد ورد سعادة الوزير عليه. السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام والمقدم من سعادة العضو السيدة نانسي دينا إلي خضوري بشأن تشجيع الفنانين ورعايتهم وتصنيف أنواع الفنون ورد سعادة الوزير عليه. وشكرا. شكرا جزيلا. قبل أن نقرأ تقارير هذا الاجتماع، يطيب لي باسمي واسمكم جميعا أن نرحب بأبنائنا وبناتنا المشاركين في برنامج الشباب البرلماني الذي تنظمه جمعية الريادة الشبابية، مقدرين اهتمامهم بالتعرف على الجهود الذي يبذلها مجلس الشورى لتعزيز المسيرة الديمقراطية والنهوض بمنظومة التشريعات الوطنية وفق الأدوات الدستورية والمسؤوليات التي يقوم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ونشيد بحرص جمعية الريادة الشبابية على غرس قيم الولاء والانتماء الوطني وتعزيز المهارات والخبرات الشبابية التي تحفزهم على العطاء والإخلاص في خدمة البحرين في مختلف المجالات. كما يسرني باسمي واسم جميعا أن أرحب بوفد جمعية الصم البحرينية ونقدر لهم حضورهم الجلسة ومتابعة النقاشات والآراء حول مختلف التشريعات الوطنية، ونؤكد دعمنا ومساندتنا المستمرة لذوي العزيمة ولكل ما يعزز حقوقهم ويرسخ دورهم في نهضة الوطن وتقدم المجتمع. وأحب أن أبلغهم بأن برنامج أو جدول أعمال اليوم هو مواضيع تهم هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، فإن شاء الله يستمعون إلى أعضاء المجلس ومداخلاتهم في هذا الموضوع. ونحن في مجلس الشورى كنا دائما وأبدا داعمين لكل ما يحقق المصلحة والخدمات لهذه الفئة العزيزة. شكرا جزيلا. نبدأ بتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء سبيشة خليفة الفضالة ودلال جاسم الزايد وعلي عبد الله العرادي وطلال محمد المناعي وهشام هاشم القصاب. الأخ دلال الزايد تفضلي. شكرا
شكرا معالي الرئيس، شكرا لإتاحتك الفرصة لي في الحديث. طبعا بداية ولا شك أن جميع أعضاء السلطة التشريعية يتشاركون في مسألة أن احنا نبارك ونثمن لوزارة الداخلية الاعتماد فيما يتعلق في برنامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة الذي صدر من الجمعية الأمريكية فيما يتعلق في هذا الجانب، وهذا حقيقة يعتبر إنجاز في مجال العدل والحقوق، خاصة في مجال الإصلاح والتأهيل الذي عملت عليه مملكة البحرين جاهدة. كل الشكر طبعا لوزير الداخلية ممثلة في كافة منتسبي وزارة الداخلية، وخاصة الكوادر الوطنية التي عملت على تحقيق ما يقارب 137 معيار ليتم اعتماد مثل هذه الاعتمادية، وأن تكون البحرين في مصاف الدول التي تقدم هذه الخدمات وما لازمه من مسألة التيسير فيما يتعلق في مسألة الإصلاح والتأهيل والأخذ فعلا بأعلى تلك المعايير تطبيقا، سواء على المستوى الوطني وكذلك الدولي، وتراعى فيها كافة الأحكام سواء التشريعية والعدلية والاتفاقيات المرتبطة في هذا الجانب. كما نشيد أيضا بالشيخ خالد الخليفة وهو المدير العام فيما يتعلق في مسألة تنفيذ العقوبات البديلة، والطاقم أيضا الكوادر في مساعيهم وأعمالهم لما تم إقراره سواء من تشريعات مرتبطة في مثل هذه الأحكام البديلة والتعاون ما بين القطاع الخاص في التيسير لمسألة الأمور المرتبطة بوقف تنفيذ العقوبة مقابل القضاء في مسائل مرتبطة في العقوبات البديلة بأداء بعض المهام التي تكون مجتمعية نيابة عن ذلك. فحبيت معالي الرئيس فعلا أن نثمن هذه الجهود الوطنية. شكرا معالي الرئيس. نشارك جميعا الأخت دلال على ما تفضلت به، والحقيقة بأن هذه السجون المفتوحة والتي فعلا يعني حصلت على تقدير دولي رفيع، هذا يؤدي إلى أن مملكتنا الغالية تراعي حقوق الإنسان في كل الجوانب، وهناك ارتقاء بتنفيذ كل ما تنص عليه الشرائع الدولية والمواثيق وأيضا القوانين المحلية. ولذلك نحن أيضا نبارك لمعالي وزير الداخلية ولكل منتسبي وزارة الداخلية، وخاصة معالي خالد بن راشد بن عبد الله الخليفة الذي يشرف على هذا الملف الهام، ونتمنى إن شاء الله المزيد من الخطوات في هذا الاتجاه. الآن ننتقل إلى موضوعنا، موضوع المقترح بقانون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير. شكرا معالي الرئيس، أطلب من مجلسكم الموقر تثبيت هذا التقرير في مضبوطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبوطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. شكرا معالي الرئيس. ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء سبيكة خليفة الفضالة، دلال جاسم الزايد، علي عبد الله العرادي، طلال محمد مناعي، هشام هاشم القصاب. وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا لسلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف الاقتراح بقانون فضلا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006
بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة النصان والنصان هما الآتيان. الفقرة الأولى من المادة رقم 11: على أصحاب العمل الذين يستخدمون 50 عاملا فأكثر، سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو في أماكن متفرقة، استخدام من ترشحهم وزارة العمل من واقع سجل في قيد الذين تم تأهيلهم، وذلك في حدود النسبة التي تحددها اللجنة العليا بما لا يقل عن 4% من مجموع عدد العمال، مع مراعاة تناسب نوع الإعاقة وطبيعة العمل المتوافر. الفقرة الأولى من المادة 12: يصدر وزير العمل بالتنسيق مع الوزير ورئيس جهاز الخدمة المدنية بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها. وجاءت المادة الثانية تنفيذية: يهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق ما يلي: أولا، زيادة النسبة المقررة لتشغيل المعاقين من نسبة 2% إلى 4% من مجموع عدد العمال الذين يعملون لدي أصحاب الأعمال والذين يستخدمون 50 عاملا فأكثر. ثانيا، زيادة دمج المعاقين في سوق العمل وفي المجتمع وفقا لما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن. ثالثا، مراعاة تناسب نوع الإعاقة مع طبيعة العمل. رابعا، إلزام وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية بضرورة إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يمكن تعيين المعاقين فيها. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون جاء متوافقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومتناسقا مع القوانين المقارنة ومسائر للنسق المشرع البحريني الذي انتهج منهجا قويما لحماية ذوي الإعاقة المؤهلين لخوض سوق العمل بنسب أكبر مما كان محددا، مشددا على الدور البارز للسلطة التنفيذية في اتخاذ الإجراءات الملزمة بتحديد الوظائف التي تتناسب مع إمكانيات ذوي الإعاقة المؤهلين، مع إلزام أصحاب الأعمال بضرورة تشغيلهم بحسب أولوياتهم في التعيين في هذه الوظائف بما يتناسب مع نوع الإعاقة وطبيعة العمل المتوافر. وفي ضوء ذلك، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على جواز النظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، بعد إجراء تعديل بسيط عليه وذلك بالتوافق مع مقدميه، بإضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم 11 على النحو التالي: مع مراعاة تناسب نوع الإعاقة وطبيعة العمل المتوافر. رئيسة اللجنة الدكتورة ابتسام الدلال. صباحكم الله بالخير، شكرا معالي الرئيس. نناقش اليوم الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة زملائنا الذين تم ذكرهم. هذا الاقتراح بقانون يطرح موضوع رفع نسبة توظيف ذوي الإعاقة من 2% إلى 4% في شركات القطاع الخاص التي لديها 50 عامل فأكثر، ويأتي في هذا السياق ضرورة تأهيلهم من قبل وزارة العمل ثم توظيفهم في وظائف مناسبة لمؤهلاتهم. كما نص الاقتراح على إصدار قرار من قبل وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها. جاءت فكرة رفع النسبة المذكورة نظراً لارتفاع هذه النسبة أصلاً بين الدول المجاورة. في الكويت تبلغ هذه النسبة 4%، في جمهورية مصر العربية أعتقد تبلغ في حدود 5%، وكذلك معظم الدول المجاورة. أيضاً نظراً للمطالبات التي قامت بها جمعيات الإعاقة في مملكة البحرين، هذا يعني غير الضغوط النفسية أيضاً التي تتعرض لها العوائل التي لديها يعني من ذوي الإعاقة، خاصة إذا كان الأب والأم
من يعني يعملون في خارج المنزل. فطبعا وجود ذوي الإعاقة في المنزل يعني يؤدي إلى ضغوط نفسية فعلا في العائلة. لذلك يعني موضوع التأهيل والتشغيل شيء مهم جدا، ويسلط هذا الاقتراح بقانون الضوء على موضوع تفعيل طبعا الشراكة المجتمعية لاستيعاب أعداد أكثر من ذوي الإعاقة واستمرارية البحث عن الأعمال المناسبة لهم وتفعيل دمجهم في سوق العمل وفي المجتمع وفقا لما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، وكذلك إلزام وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية بضرورة إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يمكن تعيين المعاقين فيها. وشكرا. فنرجو طبعا أنه يكون في جواز النظر في هذا الاقتراح. شكرا جزيلا. الأخ سبيش الفضالة تفضلي. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على إعدادها لهذا التقرير، وأيضا على التعديل اللي قاموا به، يعني وإحنا كمقدمي المقترح نتوافق مع هذا التعديل ولتأييدهم لهذا المقترح. طبعا ما قصر الأخ طلال على تقريره وشرح النقاط اللي إحنا هدفنا من هذا التعديل، ولكن حابة أضيف معالي الرئيس نقطتين. بالنسبة للتعديل الأول اللي هو رفع النسبة من 2% إلى 4% للشركات اللي توظف أكثر من 50 عامل، إحنا ارتئينا هذه النسبة بناء على احتياجات ذوي الإعاقة نفسهم. وأيضا معالي الرئيس للعدد اللي اذكروا الإخوان من وزارة العمل نفسهم أن في 2023 عدد طالبين العمل 321 طلب، فالعدد في تزايد من 2022 إلى 2023 العدد في تزايد. فهذا التعديل معالي الرئيس راح يخلق فرص جديدة وراح يجعل هناك شواقر للإخوان من فئة ذوي الإعاقة في سوق العمل بالذات في القطاع الخاص. أني معالي الرئيس حق التعديل الثاني، طبعا أنا بأخذ الموضوع على وجه السرعة لأن احنا اليوم في فقط جواز النظر في هذا المقترح، فما نبغي ندش في تفاصيله رغم أن هذه المادة بالذات فيها مواد أخرى تتبعها ومتعلقة فيها، ويعني ودنا نحن نتناقش بها، ولكن إن شاء الله في وقتها لن ينا كمشروع بقانون. المادة الثانية معالي الرئيس اللي هو مادة مشتركة بين وزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية وأيضا رئيس ديوان الخدمة المدنية بإصدار قرار يوضح في الوظائف الشاقرة في القطاع الحكومي لذوي الإعاقة. هذه المعالي الرئيس حسب إجابة الوزارة نفسها، حسب إجابة الوزارة لسؤال الأخ طلال المناعي، من سنة 2006 من إصدار قانون رعاية وتشغيل المعاقين إلى يومنا هذا 18 سنة لم يصدر فيها أي قرار، لأن القانون نفسه هو يعني يجيز للوزير وليس إلزامي مثل ما هو في التعديل الموجود أمامكم اليوم. التعديل يلزم الوزير بإصدار هذا القرار، وإحنا معالي الرئيس نشوف أن هذا حق من حقوقهم. الحكومة الحمد لله ودولتنا لابد أن احنا نفتخر أن في القانون نفسه وضعت لهم هذا الحق، فلا هم مو محتاجين أن يطالبون بحقوقهم لأن القانون نفسه يلزم لهم هذه الحقوق. معالي الرئيس، في محاضرة ألقاها الأخ صادق سهوان أعتقد موجود معنا أيضا اليوم في القاعة، مدير إدارة التأهيل في الوزارة، ذكر فيها في هاي المحاضرة تاريخ 27 نوفمبر الماضي أن الوزارة الآن، احنا طبعا تقدمنا بهذا الاقتراح تاريخ 2 نوفمبر، احنا مو في سباق لمن يوصل، يعني نحن يعني انت تصيد اخطاء الاخرين، ولكن معالي الرئيس احنا كلنا كحكومه كشرطه تشريعيه وكحكومه نسعى الى هدف واحد هو خدمه ذوي الاعاقه. فبالعكس احنا سعيدين ان في الندوه اللي اعطاها الاخ صادق قال ان في اجتماعات حاليه بين وزارة العمل والوزارات المعنية، وزارة التنمية والخدمة المدنية، وهناك أكثر من 70 وظيفة حكومية موجودة حاليا، هذه اللي تم رصدها، أكثر من 70 وظيفة لذوي الإعاقة هذه بعد هاي الاجتماعات. يعني لو كنا إحنا معالي الرئيس مطبقين هذا القانون من 2006، ولو كنا مطبقين المادة اللي يعني أمامكم اليوم مادة 11 اللي كنا مطبقينها اللي هو توظيف 2% وقتها،
كان أنا اليوم أتحدى الجميع أن إحنا عندنا طلبات التوظيف تكون صفر، صفر عدد طلبات توظيف من ذوي الإعاقة لو كان القانون مطبق من 2006 إلى يومنا الحاضر. فمعالي الرئيس، هذه هو يعني اللي إحنا يعني رأينا لإصدار هذه مثل هذه التعديل، وإن شاء الله ينال على يعني موافقة مجلسكم الموقر وموافقة أيضا الحكومة الموقرة، وإن شاء الله توافق عليه وتوافق معنا في لما يجينا كمشروع بقانون، لأن مثل قلت لك معالي الرئيس هدفنا الرئيسي هو خدمة ذوي الإعاقة. في نقطة جدا مهمة معالي الرئيس لازم أوضحها لمجلسكم الموقر، إحنا جميعنا هني نسعى لخدمة ذوي الإعاقة، ولكن هذه التعديل اليوم أمامكم إضافة إلى عدد من المقترحات اللي إحنا قاعدين نشتغل عليها معنية بذوي الإعاقة، إضافة إلى عدد من الأسئلة تم تقدم بها بعدد من الإخوان الأعضاء خلال هذه الفصل، هو نتاج عمل اجتماع لجنة شؤون الشباب في الفصل الخامس الدور الرابع. إحنا كلجنة دعينا لهم، إحنا وجهنا الدعوات للجمعيات المهتمة بذوي الإعاقة وبأصحاب الشأن نفسهم، دعيناهم إلى مجلسكم الموقر وطلبنا منهم مرئياتهم واحتياجاتهم ومشاكلهم، طلبناها كلها تكون موجودة ومكتوبة وموجودة عندنا معالي الرئيس في ملفاتنا. يمكن أحتاج يعني جلسة جلستين ثلاثة لو أني أنا بقعد أقول المشاكل اللي الإخوان يعانون منها وهي مشاكل فعلية. إحنا معالي الرئيس كسلطة تشريعية عندنا أدوات دستورية محدودة نستخدمها لإن شاء الله حل هذه مثل هذه المشاكل. إحنا عطينا الإخوان اللي اجتمعنا بهم كلمة، وإن شاء الله بدعمكم ودعم الإخوان في الحكومة الله يقدرنا إن شاء الله ونوفي هذه الكلمة ونوفي هذه الوعود اللي وعدناهم. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ علي الشهابي تفضل. شكرا سيدي الرئيس، والشكر موصول للرئيس وأعضاء اللجنة على التقرير المفصل، وأحب أشكر مقدمي المقترح على هذا المقترح لما له من أهداف نبيلة. سيدي الرئيس، نحن مع الموافقة على هذا المقترح لتحقيق هدفه في مزيد من الرعاية لذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور. إن من فوائد هذا المقترح بقانون هو التنوع والشمولية والتكيف بين جميع أفراد المجتمع، كذلك الكفاءة والإنتاجية، حيث يملك ذوي الإعاقة مهارات وقدرات فريدة تجعلهم قادرين على إحداث تغيير إيجابي في بيئة العمل. ولا ننسى أن هذا التوظيف يزيد من فرص تحقيقهم للتقدم في حياتهم المهنية والنفسية، ونحن بدورنا ندعو أصحاب العمل لتوفير وتسهيل والدعم اللازم لهم لتحقيق الاندماج الكامل في سوق العمل. سيدي الرئيس، هناك شركات عالمية تمكنت من ادماج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم، ومن ضمن هذه الشركات شركات التكنولوجيا العالمية، إن لهذه الشركات برامج تدريبية متخصصة وتكييف بيئة العمل لتلبية احتياجات الموظف ذوي الإعاقة، وأن هذه الأمثلة تعكس الالتزام هذه الشركات بتعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل. وإذا تسمح لي معالي الرئيس، أحب أذكر بعض البرامج والمبادرات التي تتعلق بدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، مثل برنامج أوتيزم أت وورك وأبيليتي جوبز، وهذه البرامج تعكس الالتزام عالميا بتعزيز التنوع وتوفير فرص متساوية لجميع في سوق العمل. وهناك في الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر المساواة في الإعاقة Disability Equality Index، وهذا المؤشر يقيم ويصنف الشركات بناء على جهودهم في توظيف ودمج ذوي الإعاقة وتقديم تقارير سنوية توضح تقدم الشركات في تعزيز التنوع والشمولية، وإن شاء الله نرى تسابق بين الشركات في مملكة البحرين والمؤسسات الحكومية في إشراك أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة في سوق العمل، لما له تأثير إيجابي على صاحب الإعاقة وأهله. شكرا سيدي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخت إجلال بوبشيت تفضلي. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر مقدمي المقترح واللجنة على تقريرها الشامل والمتكامل. ذوي الإعاقة الذين هم أصحاب الهمم وذوي العزيمة، إذ أننا كلنا إيمان بأن وجود العزيمة والهمة يتخطى الفرد الإعاقة ويمضي قدما كفرد قادر على العطاء بكل عزيمة وإصرار،
ونأتي هنا للاستثمار المحفز لهذه الفئة، فئة ذوي العزيمة. فعلى اختلاف إعاقتهم لابد التركيز على أولاً الصحة النفسية وما لها من تأثير كبير على السلوكيات والأفعال والرغبة في العطاء والبذل والانخراط الحقيقي في الحياة العملية والمهنية. فالصحة النفسية تعتبر المحرك الداخلي للعطاء والاستمرار فيه، فالالتفات إلى تأهيل الصحة النفسية والقدرة على تخطي العقبات والتحديات، ومن ثم التركيز على القدرات الفكرية والمهارات والتي من الممكن أن لا تكون ظاهرة بل تكون مكنونة وتحتاج إلى أولاً إلى الاكتشاف ومن ثم الصقل والإرشاد والتوجيه لاستغلالها في المجال الصحيح. ومن هذا المنطلق لابد من زيادة مراكز التأهيل والتدريب وضرورة تواجد متخصصين للتعامل مع ذوي العزيمة، أولاً للاكتشاف ومن ثم التدريب والتأهيل الفعال في أماكن العمل ودعم نجاحهم وتقدمهم وتطور مهاراتهم. فالهدف ليس فقط إدماجهم وإقرار نسبة أكبر من التوظيف بل ضمان وجودهم في الوظائف الصحيحة وتأهيلهم لضمان الاستمرارية والنجاح والتطور. ونحن نؤكد دعمنا لجواز النظر في هذا المقترح بقانون، وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ دلال زايد تفضلي. شكرا معالي الرئيس، شكر موصول لرئيسة وأعضاء اللجنة على موافقتهم على فكرة الاقتراح بقانون. وأيضا أحب أبتدئ مداخلتي بشكر الأخت سبيتش الفضالة التي عودتنا دائما على الاهتمام في هذا الجانب، سواء منذ العمل اللجان أيضا المتعلق في مسألة ذوي الإعاقة والاجتماع معهم، حضورهم اليوم أيضا وتواصلها المستمر معهم، فالله إن شاء الله يجزيها خير الجزاء على عملها. طبعا بداية أحب أثني أيضا على عمل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية ووزارة العمل وكذلك جميع المنتسبي الوزارتين على جهودهم المبذولة في مجال دعم ومساندة ذوي الإعاقة، وهو حق بالنسبة لهم دستوري وأيضا مجتمعي في ذات الوقت، هو التزام من كافة السلطات وكذلك مجتمعيا لدعم ومساندة ذوي الإعاقة. في الواقع طبعا النسبة، يعني فكرة الاقتراح بزيادة النسبة هي توجه جدا حميد، وهذه لذلك تم قصرها فقط على الذين لديهم المؤسسات من 50 عامل فأكثر، حتى يكون أيضا في تناسب وفي موائمة ما بين طبيعة الأعمال التي تؤدى في هذه الشركات واستيعابها لمثل ارتفاع مثل هذه النسبة. الأمر الثاني الذي ورد في فكرة الاقتراح هي أن يكون عندما يتم توظيفهم أن يتم مراعاة وملائمة ظروف العمل للوظيفة التي يتم منحها لهم للالتحاق بها. وهني معالي الرئيس هذه النقطة جدا مهمة، هي المسألة لن تكون قاصرة فقط على زيادة النسبة والتوظيف في حينه، المستهدف أيضا هي ديمومة واستمرارية وجودهم على رأس العمل في القطاع الخاص. لذلك الأمر يرتبط أيضا معالي الرئيس في مسألة تقديم المساندة والدعم لهم الذي لا يقتصر فقط على مسألة التدريب بل بتهيئة ظروف العمل لهم كمن ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق في الله يعزكم مسألة توفير دورات المياه، مسألة توفير الممرات الميسرة لوصولهم للمكاتب، أيضا تيسير لذويهم الذين يعني يلتزمون بجلبهم إلى مقار العمل وتيسير العمل لديهم، ممكن أن لا يكون من خلال الالتحاق فعليا في العمل مباشرة الأعمال أيضا ممكن التي تكون مكتبية وإدارية عن بعد، بأن يتم الأخذ في مثل الظروف الميسرة والمساندة ليست للشخص من ذوي الإعاقة بل أيضا لمن يسانده من ذويه في الأسرة لتمكينه أيضا من الاستمرار في بيئة العمل. لذلك معالي الرئيس غرفة تجارة البحرين وأيضا الشركات والمؤسسات بمختلفها كثيرا عندما التقينا معهم لمناقشة بعض الأمور المرتبطة بذوي الإعاقة، في عندهم فعلا هذه الرغبة في المساندة والدعم، ولكن
يجب في ذات الوقت أن نعي تماماً ما هي التحديات والمعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة ذاتهم في مسألة الاستمرار في القطاع، لنحافظ أيضاً على مستوى الأداء ويكونون أيضاً في ظروف نفسية وطبيعية وفعلية لتمكينهم من الاستمرار والإبداع أيضاً في مجال العمل. لذلك أنا أشكر اللجنة على توافقها مع الاقتراح، وإن شاء الله يتوافق أيضاً معه المجلس الموقر. شكراً معالي الرئيس. شكراً جزيلاً سعادة الوزير جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، تفضل. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، الأعضاء، اسمحوا لي أولاً أن أشكركم على يعني هذه الروح العالية والدعم المؤكد لذوي الإعاقة وللمداخلات التي استمعت إليها لحد الآن. يعني لا يوجد حولها أي خلاف، كلنا نملك نفس القلب ونفس الرغبة ونفس التوجه، وهدفنا واحد في أن إن شاء الله نزيد من معدلات توظيف ذوي الإعاقة في مختلف. بس اللي حفزتني أكثر للمداخلة هي الأخ الدلال، تقريبا ركزت على أهمية مواجهة التحديات العملية في محيط العمل للتغلب على الصعوبات. واللجنة اللي درست الموضوع نسقت مع مقدم الاقتراح بإضافة عبارة مع مراعاة تناسب نوع وطبيعة العمل مع الإعاقة الموجودة، استدراكا منهم لأهمية هذا الموضوع. فعلا المسألة يجب أن لا تنحصر في الناحية العددية. أنا أتكلم من الموقع، من الجهاز المختص، لدينا نسبة 2% حاليا، هل النسبة كافية أو غير كافية؟ عدد المسجلين في وزارة العمل، نعم 260 واحد، واللي توظفوا خلال 2023 حوالي 270 من ذوي الإعاقة. المتبقين على القائمة هم تقريبا نفس العدد السنوي اللي، فهل فكرة مضاعفة العدد من 2 إلى 4% عمليا سوف تضيف؟ بنك الشواغر اللي موجود في وزارة العمل استقبل الآن موجود في أكثر من 1500 يعني فرصة قدمها صاحب عمل، يا إما لمعاقين بالذات، يا إما هم تسمح بقيام المعاقين بتأديتها بحسب المهارات المطلوبة. كثير منها ينتظر المتقدمين لها. في لمواجهة التحديات في اتفاق حديث بين وزارة العمل ووزارة التنمية على تشديد الفحوصات، تسجيل التشخيص. يظهر هذا العدد الكبير المسجل في وزارة التنمية الاجتماعية اللي وافقكم فيه، عدد كبير منه يشتغلون أو هم أطفال أو خارج نطاق العمل أو عندهم إعاقة ذهنية أو شديدة أو توحد، حالات توحد. فهم قاعدين يسوون مثل ما يقولون فلتريشن، يعني يقدمون الراغبين القادرين المهيئين حتى يكلفوننا احنا بأن نتواءم معهم في مهن. وزارة التنمية ايضا تشتغل مع وزارة الاشغال، لان كثير من اصحاب العمل اللي مستعد يقدم يستوعب المنشأة ليس فيها تسهيلات كحمام خاص أو كمدرجات أو كذا، وجالسين يبذلون مجهود كبير مع النواحي التصميمية والهندسية
لإزالة واحدة من العقبات بحيث أن تكون المنشآت قادرة على الاستيعاب. فالأعداد اسمحوا لي يعني أتفق معكم تماما في الروح العالية والتصميم، بس مشكلتي أنا كمختص أشتغل مع الجهاز التنفيذي ليست مشكلتنا في الأعداد، مشكلتنا في نوع الإعاقات. فعلا هناك الآن إعاقات صعبة تحتاج التعامل معها. وزارة التنمية الاجتماعية تدرب عندها مراكز تأهيل، وزارة العمل تشرف على مراكز التدريب بشكل عام. لدينا خطة مشتركة أن نزيد من حيز وفرص التوظيف من خلال تحسين بيئة العمل وانتقاء أكثر وتوسيع أكثر لفئة القادرين على العمل، وإن شاء الله نستطيع أن نتقدم بنتائج أفضل. أصدر وزارة العمل يلزم بإصدار المهن، تحديد المهن، ما أصدر لحد الآن. ليش ما أصدر لحد الآن؟ اليوم في تطور رهيب في التكنولوجيا، راح زمن إنه يشتغل يا أما عوامل بدالة يا أما مثل ما أدري وش هو مهن، كم مهنة يحددها وزير العمل، ها؟ أمين صندوق. اليوم القادرين اللي ما عندهم أي مشاكل إعاقة ذهنية أو أذكياء ممتازين يستطيعون يمارسون أحسن الأعمال، وكذلك موضوع اللي عندهم صعوبات ذكرتهم، أنا ذكرت شرائحهم. فخلاصة الرأي اللي إحنا نتبناه أن نعمل مع بعض لزيادة وتيرة التوظيف وخرق فرص عمل كثيرة في تصلح لل، وفي تعاون كبير من أصحاب العمل، بعضكم أشار إلى ذلك، وفعلا تلقينا شواغر كثيرة واستعداد كبير. لكن إحنا نحبذ التركيز على الأدوات التطويرية بالتعاون بين التنمية والعمل، والتعاون بين التنمية ووزارة الأشغال لإزالة العقبات وتوسيع دائرة المهن الخاصة اللي تستخدم الطاقة الذهنية والتكنولوجيا للتطوير وتوسيع الأعمال. والحقيقة لا نرى ضرورة حاليا لأن نضاعف العدد، لأن العدد قلت لكم اليوم لا يشكل بالنسبة لنا أي مشكلة. المشكلة هي اللي أشارت لها الأخ الدلال، هي التناسب والمطابقة بين القدرات وبين الإمكانيات وبين المهن المتاحة. تقولون لي عندك عجز، أقول لكم لما عندي عجز جيب شخص مؤهل قادر، أصحاب العمل بيستوعبون اليوم قبل بكرة. أمس جت سيدة، الله يعني واحد ما يبي يقول، عندها اثنين عندهم توحد، كلنا نتضامن معاها على الصعوبات اللي تواجهها لإقناعهم أو أخذهم إلى العمل. يعني التوحد، في بعض التوحد الشديد أو الإعاقات الشديدة، يعني كل الإعاقات الذهنية تساوي 40% من عدد المؤهلين للعمل إعاقة ذهنية. الإعاقة الذهنية أمه معه أبوه معه، يروحون يعني صعوبات فعلا محتاجة حق جهود تخصصية كبيرة للسيطرة على الموضوع. فأنا أقدر لكم وأحترمكم جدا على الحماس، وأتمنى معاكم أن فعلا نحقق تقدم أكبر، بس نشوف بأن مسألة المضاعفة في الوقت الحالي ما شفنا لها دواعي عملية حسب السجلات الموجودة وحسب الأعداد المسجلين، وأنه يلزم صاحب العمل بتحديد مهن مع تكاثر المهن التكنولوجية. الآن لما تروحون، أنا أروح أزور الشركات وأنتم تزورون الشركات، نشوف ناس تتفاجأ بأنهم يحملون مسؤوليات عالية ومهمة وعندهم إعاقات ولكن ليست إعاقة ذهنية، وقاعد يتعامل مع الأجهزة ومع التطور العلمي بأسلوب رائد. فنتأمل أن نحقق نتائج، ونبشركم بكثير من النتائج مع وزارة التنمية مع وزارة الأشغال، وندلل كثير من العقبات، بس الأمر خاضع لتقديركم. وشكرا جزيلا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ عبد الله النحيمي تفضل. شكرا معالي الرئيس.
انتفت الحاجة طبعاً من خلال جواب سعادة الوزير، تغطت كل النقاط اللي كنت نفكر فيها. وقيت نقطة واحدة هي أن هذه هاي الفئات تحتاج إلى مزاولة أنشطة وترفيه وإبعادهم عن الاكتئاب والحالات النفسية اللي مرون فيها. فهذه يجب التركيز عليها، أن إنشاء نوادي مثلاً خاصة لهم، أو أن يتم تعليمهم في أو أخذهم في رحلات ترفيهية وشيء. هذا اللي أنا كنت أفكر فيه، وهذا اللي طرحته على وزارة التربية لما كانوا يسوون صفوف خاصة للطلبة، كانوا يعني يدخلونهم في روتين هم غنيين عنه، يعني يلقنونهم تلقين. قلت لهم يعني أنتوا المفروض تسوون لهم رحلات ترفيهية وترفون عنهم وتساعدونهم بأنهم يمضون أوقات سعيدة، لأن التعليم القسري هذه ومحدودية الاستقبال اللي عندهم لا تأتي بنتيجة. فهذه اللي أنا حبيت أقوله، أن إتاحة الفرصة لهم لإسعادهم وإبعادهم عن الاكتئاب، والمكافأة هذه لو رفعت حسب الحالات تكفي المكافأة الحكومية. من جهة أخرى ممكن أنهم يعطونهم فري تشارج في جميع الأشياء المتاحة في الأسواق، في النوادي، في الأجهزة والألعاب. ذي هاي لا تطبق، هاي المفروض يعطونهم حيث أن يعني يمضون أوقاتهم في يعني ما عليهم عبء مجتمعي، إلا المدرك منهم مثلا هو اللي يساهم، إنما الباقي يعني أنت ودك بس تسعدهم وتساعدهم على حياتهم. شكرا. تفضل جماعة. الله يسلمك. تفضل. شكرا معالي الرئيس. في البداية أود أشكر سعادة وزير العمل على رد الحقيقة، بس عندي تعليق على موضوع ضرورة زيادة النسبة. زيادة النسبة طبعا ضرورة ملحة، لأن العدد الله يسلمك المعوقين الآن حسب سجلات اللي وردتنا من التنمية الاجتماعية، وزارة التنمية الاجتماعية، أكثر من 13,000، أعدادهم في زيادة. القانون اللي هو يذكر نسبة 2% كان معالي الرئيس في 2006، اليوم احنا في 2024، عدد أصحاب المحلات طال عمرك في زيادة كبيرة، فالمعوقين عددهم كبير وأصحاب العمل عددهم كبير. القطاع الخاص طال عمرك يدعم ذوي الإعاقة، وعلى وزارة التنمية الاجتماعية القيام بدورهم في تأهيل النسبة الأكبر من هذه المعوقين للعمل. الأخت الفاضلة سبيتش الفضالة ما قصرت في الدور السابق، دعت أكثر من 15 جمعية، كلهم طال عمرك ركزوا على عملية التوظيف. هناك في يجب أن يكون هناك برامج لتذليل هذه التحديات اللي ذكرت معالي الرئيس، لكن النسبة ضرورية، لأن أصحاب الأعمال في زيادة وعدد المعيقين واللي يكون في تأهيل لهم للبرامج اللي ذكرت طال عمرك مهم. حتى المطالبة طال عمرك في زيارة مراكز التأهيل في المحافظات أيضا مهم. فطال عمرك إحنا يعني نرى أن النسبة ضرورية، والأهم طال عمرك أن يكون هناك تنسيق ما بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتفعيل طال عمرك هذا القانون، بحيث يعكس على الأرض الواقع، لأن إحنا اجتمعنا بأصحاب الشان، حتى الله يسلمك كان في مشاركة من أولياء الأمور، ونرى منهم كثير يحمل من القدرات اللي ممكن انه يشغل مناصب طال عمرك في مهمات كبيره. وطال عمرك انا استذكر مجلسكم الموقر الاخت الكبيره نيره عيسى بن هندي المناعي، كانت عضوه معاكم وهي من ذوي الاعاقه،
واستطاعت أن تساهم طال عمرك معاكم في المجلس. فعملية الفرص مهمة، وإحنا طال عمرك نقتدي بجلالة الملك المعظم اللي هو الراعي الأول لذوي الإعاقة، فقد فتح المجال. وعلى طال عمرك إحنا علينا كسلطة تشريعية أن إحنا نلبي حاجة رقبة المجتمع في كل قطاعاته. قطاع ذوي الإعاقة طال عمرك قطاع مهم وعزيز علينا جميعا، فنرجو الدعم منكم جميعا. شكرا. شكرا جزيلا. دكتور هاني الساعاتي تفضل. شكرا معالي الرئيس. أود أن أشكر رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات والأخ المقرر، وأيضا أشكر مقدمي المقترح. فعلا يعني الفئة ذوي الإعاقة هي جدا فئة مهمة في المجتمع. عندما ننظر إلى هذه الفئة كشخص معاق، احنا لا ننظر إليه كشخص فقط، إنما هي الأسرة تكون أيضا معاقة، فما بالك إن يعني شخص أو شخصين يكونون معاقين في هذه الأسرة. طبعا لن أزيد على ما يعني تفضلوا به الأخوة بخصوص زيادة نسبة التوظيف بالنسبة للمعاقين. أنا أرى أن هذه الفئة هي الفئة الأحوج للوظائف، بحكم طبعا حاجتها المادية والمعوقات والتحديات التي تواجهها. فيعني زيادة النسبة من 2% إلى 4% جدا مهمة. طبعا اسمح لي معالي السيد الرئيس، أود قليلا أن أخرج من صلب هذا الموضوع، وأريد أن أشير إلى فئات أخرى تعتبر من ذوي الإعاقة ويجب طبعا أن نشير إليهم. هناك طبعا فئة تعاني من مرض التصلب اللويحي. كنت أتمنى وزير التنمية الاجتماعي يكون موجود. طبعا هذه الفئة للأسف يصعب على تصنيفهم أنهم ذوي الإعاقة، ولكن في الحقيقة هم ذوي الإعاقة لأن المظاهر الإعاقة لا تبدو عليهم خارجيا، ولكن تؤثر على أدائهم، تؤثر على يعني ذهابهم إلى العمل، يحتاجون إلى بعض الدعم، وهذا الدعم ليس الدعم الوظيفي أو الدعم المادي، ولكن هو الدعم لتصنيفهم، أعطاهم حقهم أنهم مصنفين كذوي الإعاقة. هذه الفئة حبيت أنا أشير إليها. الفئة المشكلة الأخرى طبعا وهي أحب أن أشير إليها، لما أنا أقابل مجموعة من ذوي الإعاقة وذوي الهمم، دائما يتوارد في الموضوع أن عندهم صعوبات وتحديات في إيجاد المواقف. أي نعم أن المواقف الدولة والسلطة التنفيذية طبعا تضع اللوائح والقوانين لإيجاد المواقف لذوي الإعاقة، ولكن الصعوبات تكمن لما تكون هذه المواقف في مؤسسات أو يعني مباني خاصة، ولها طبعا طبق الاشتراطات مواقف لذوي الإعاقة، الكثير يخالف وطبعا ويأخذ مكان المعاق، ورجل الأمن ليس لديه أي سلطة لمنع ذلك. لذلك احنا يجب ننظر إلى طبعا اللي هو إعطاء اللي هو رجال الأمن اللي موجودين في المباني الخاصة بعضهم والسلطة اللي هو الضبط القضائي طبعا لتقليل من هذه الظاهرة. طبعا هذه الظاهرة جدا قاعدة يعني يعانون منها. أنا ليش جبت الموضوع؟ لأنه أنا كنت في فعالية لذوي الإعاقة، وأكثر الناس اللي كانوا يعني موجودين يحبون يوصلون هذا الكلام للمجلس طبعا يعني كانوا يعني يشددون على هذه النقطة. وطبعا وأشكركم وأسف طبعا أني أنا شوي خرجت عن الموضوع، ولكن وجب الإشارة يعني في هذه المواضيع اللي تخص الإخوان ذوي الإعاقة. شكرا. مشكور دكتور. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، وطبعا الشكر إلى الأخت العزيزة سبيكة الفضالة على صاحبة الفكرة وصاحبة المشروع. طبعا أنا أحد مقدمي المشروع، وبداية انتهز الفرصة لتوجيه الشكر إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريره المسهب، وكذلك
أضم صوتي لمن سبقني بالترحيب بسعادة وزير العمل في مجلس الشورى، وأشكره كذلك على مداخلته. معالي الرئيس، يعني الآن أعتقد التقرير المقرر تناول في تقريره الهدف من هذا المشروع وهو تحقيق المزيد من الرعاية لذوي الإعاقة وكذلك ضمان تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها الدستور. هذه الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور كفلها لهم كمواطنين في مملكة البحرين، لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات. وأتى هذا القانون الذي يعتبره أعتقد يعني علامة مضيئة ميزت هذه الفئة وأوجدت لها حقوقا أيضا على أرض الواقع عندما نطبق مواد الدستور، أفردت لها قانون. هذا القانون جاءت في مواده على سبيل المثال المادة السادسة استثنتهم من أحكام قوانين ومعاشات مكافأة التقاعد، في المادة الخامسة استثنت يعني الموظفة المعاقة فيما يتعلق بإجازة بمرتب كامل إذا كانت حاملا وغيرها من مواد، وأوجدت لهم في المادة السابعة مخصص شهري وغير ذلك. ولكن الأهم بأن هذا القانون كذلك أفرد لهم وبموجب مادته 13 بأن المعاق يتمتع المعاقون الذي يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون فيها. وبالتالي أتصور بأن ربط هذه الفكرة بقدرة أو عدم قدرة منشأة ما، نعم يجب على هذه المنشأة أن توفر لهم، ولكن أتصور بأن هذا القانون كذلك قد أوجب على المنشأة ألا تتذرع بعدم وجود يعني أماكن محددة، أو بأن هذه المنشأة لم تراعى في الأساس عندما تم إنشائها ظروف هذه الفئة. وعلى سبيل المثال المادة 19 كذلك من هذا القانون نفسه قد خولت لوزير العدل أن يعطي صفة مأموري الضبط القضائي لمن يتم اختيارهم حسب المادة، ولهم حق دخول هذه الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وغير ذلك. بمعنى أن هذا القانون كذلك قد منح صفة أو سمح لوزير العدل بأن يمنح صفة مأموري الضبط القضائي لكي يذهبون ويفتشون ويتأكدون بأن المادة 13 من هذا القانون، يتأكدون من أشياء كثيرة طبعا ومن ضمنها المادة 13 التي توجب بأن يكون لهم حقوقا كاملة. وأزيد على ذلك معالي الرئيس، وأجيد فقط أريد أن أوجز في هذه النقطة، بأن هذه المادة كذلك قد أوجبت عقوبة على من يخالف ذلك. هذه المادة أو هذا القانون قد أوجب يعني عقوبة على سبيل المثال المادة 20، طبعا المادة 20، 21، 22 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو يمن قانون آخر يعاقب بالغرامة التي تقل عن 200 دينار ولا تجاوز 500 دينار صاحب العمل أو المدير المسؤول الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل المعاق، دون عذر مقبول أحد الأعذار الغير مقبولة أن هذا المكان غير جاهز وغير مخصص، لأن القانون نفسه قد فرض على من لديه منشأة أن يقوم بذلك. معالي الرئيس، طبعا أكيد ضم صوتي وأنا أحد مقدمي المقترح، ولكن أود كذلك أن أتوجه بالشكر أمانة، شكر خاص لسعادة وزير العمل، يعني كوزير عمل وكذلك سابقا كوزير عمل وتنمية فقد لمست فيه، وأعتقد جميعنا لمسنا فيه كذلك عندما كانت لديه الحقيبتين، وأكيد الوزير التنمية الحالي أيضا يعني نعتز فيه بأنه قد أولى هو شخصيا كذلك اهتماما لهذه الفئة ورعاية خاصة لهذه الفئة. وأختتم مداخلتي معالي الرئيس أيضا بفكرة، أشكر الزميل الأخ هشام القصاب. الآن معظم الشركات والمؤسسات والبنوك تتباهى بأنها تطبق ما يطلق عليه الـ ESG أو السياسات البيئية والاجتماعية والحكومية، وتنظم فعاليات وترعى تحت هذه المسمى أو تحت تطبيق هذه السياسة، يعني ترعى العديد من المبادرات. أتصور أهم هذه المبادرات أنها تقوم ابتداء بتوفير هذه الظروف الخاصة لذوي الإعاقة لكي يستطيعون أن يمارسوا عملهم، لأنهم في النهاية إذا كانت لديهم إعاقة جسدية سيقومون سيستطيعون بالقيام بجميع الأعمال الاحترافية من محامين ومحاسبين وغير ذلك، وإذا كانت الإعاقة الذهنية قليلة يستطيعون كذلك أن يقوموا بالأعمال الأخرى. وبالتالي أجد أني طبعا مع هذا القانون
وأدعو مجلسكم الموقر للتصويت عليه، ليس بالإجماع ولكن ليس يعني بالأغلبية ولكن بالإجماع. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. دكتورة فاطمة الكواجي تفضلي. شكرا معالي الرئيس، صباحك الله بخير. أشكر طبعا جميع السادة الأعضاء على المداخلات المهمة، وأشكر سعادة الوزير ما شاء الله جاب النقاط اللي بالضبط إن أنا كنت حطتها، وبالأخص أشكر الأخ عبد الله النعيمي جزاك الله خير، جبت نقطة مهمة جدا بالنسبة لي أنا كتخصصي هذا المجال. طبعا حكومة البحرين مهتمة في المعوقين من زمان، والدليل إحنا عندنا المعهد الأميان من زمان وما شاء الله سنين، والمدارس طبعا لما وجهت الحكومة للمدارس القطاع الخاص ابتدى أنه يوفر. أنا اللي يهمني وايد أشوف تدرج المعاق من مرحلة إلى أخرى، طبعا هو يتدرج سواء في المدرسة أو مراكز التأهيل، بعدين يروح وزارة التنمية، وبعدين إذا يعني قبل هذه بعد طبعا ممكن الطب النفسي، آخر شيء إذا كانت حالته تأهل إنه هو يشتغل وزارة العمل. من يقدم التقرير عن هذا المعاق؟ هني النقطة المهمة جدا اللي إحنا لازم دائما نركز عليها لما وزارة التنمية ولا مثلا وزارة الصحة ولا مركز التأهيل عطى بصمة للطفل إنه هو معاق، من الذي قدم التقرير؟ ونوعية الإعاقة مهمة جدا، الإخوان جمعية المعاقين يعرفون نوعية وتشخيص الإعاقة مهمة جدا. وزير العمل قال 40% الإعاقات الذهنية، يعني إحنا بنشيل من العدد الموجود قدامنا 40% على أساس إن أهما عندهم إعاقات ذهنية، والإعاقات الذهنية ما يتطلب منه إن هو يعمل، خاصة إذا كانت إعاقة الذهنية تمنعه من الانخراط في بيئة العمل، لأن هو انخراطه في مجتمعه سواء الأسرة أو المجتمع اللي يحيط به يكون متدرب عليه، بس لما بيروح ينخرط في بيئة العمل هني تطلع أشياء يعني لا يحمد عقباه. فمن اللي شخص بالطريقة الصحيحة يعطي تقرير لوزارة العمل حتى تقرر وزارة العمل أين التصنيف وأين يذهب هذا المعاق؟ مهم جدا ان الجهه اللي تستقبل المعاق يكون على اطلاع بتقرير مفصل ودقيق لحالته، ومن ثم يعدون له المجال العمل اللي يشتغل فيه. الحين هذه نقطه انا اقول يعني صعب جدا، ولكن الله يساعدك يا وزير العمل. النقطه الثانيه اللي تساءل الحين احنا ألزمنا الجهات اللي هي عددها من 50 وما فوق، معناته هالجهة هذه لازم توفر بيئة عملية صالحة لحركة المعاق في المنشأة، من الأبواب، من مصاعد، من الحركة في المكاتب، من كل شيء، لأن هذه مو بس أي معاق يقعد، لا، المعاق له حركة خاصة في بيئته الذي هو موجود فيه، ما لازم البيئة تكون إعاقة له لأداء عمله. فهل إحنا إذا قررنا هذا القانون نلزم الجهات الخاصة بتحويل المنشأة أنها تستقبل المعاقين؟ يعني أنا طبعاً قصدي معاقين الإعاقة الجسدية اللي هو على ويلتشير ولا على ترايبود ولا أي نوع، يعني هل هو ملزوم؟ ملزوم يعني معناته أنه لازم يغير هندسياً المنشأة ككل بحيث تكون هي تستقبل
نوعية المعاق، بالرغم أن أنا ما أشوف اللي على ويل تشير معاق، هو يقدر يعطي جسديا هو معاق، ولكن ذهنيا قد لا يكون معاق، وخاصة بوجود الحين الديجيتالز وهالأشياء في جميع الشركات. فبيئة العمل أنا أحسها مهم جدا، وإذا لم يجد في بيئة العمل هالمميزات ولا يعني جهة العمل ما تكون صالحة لوجود المعاق، هل يعفى مثلا ولا بالقانون يلزم؟ احنا امام هذه يعني لازم نعرف، هل يعفى ام هل يلزم بتغيير المنشأة بحيث تكون صالحة للمعاق؟ هذا مهم جدا يا سعادة الرئيس، ان احنا لازم نفكر في هذا الموضوع. انا قلبي طبعا عليهم، انا اشتغلت معاهم، انا وظفتهم، ولكن لازم تكون البيئة تكون تساعد المعاق لوجوده في هالمنشأة هذه. شكرا. الأخ عبد الرحمن جمشير تفضل. شكرا سيد الرئيس، وشكرا لمقدمي هذا الاقتراح النبيل بزيادة نسبة دمج ذوي الإعاقة من 2% إلى 4%، والشكر موصول إلى مقدم الاقتراح سبيش الفضالة دلال الزايد، علي العرادي، طلال محمد المناعي، وهشام القصاب. صراحة سيدي الرئيس، يعني كلنا نسعى إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وفي سوق العمل، ومثل ما قال بوهاني أن التقدم التكنولوجي لن يقف عقبة في إدماج هؤلاء في سوق العمل، وإن شاء الله نوصل إلى النسبة 4% وأكثر من 4% مستقبلا. سيد الرئيس، في الورشة التي نظمت بين الإسكوا ومنظمة العمل الدولية بشأن إدماج ذوي الإعاقة بسوق العمل، والتي تستهدف صانعي السياسات والشركاء المعنيين في الدول العربية، والتي ساهمت في هذه الورشة في مناقشة الهدف العام المتمثل في إشراك جميع أفراد المجتمع في عملية التنمية في إطار خطة عام 2020-30 وأهداف التنمية المستدامة، علما أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل يتوافق مع المادة 27 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة. وسيد الرئيس، أنا مستقبلا عندما يأتي هذا الاقتراح بقانون في صيغة مشروع قانون، أرجو من اللجنة دعوة جميع المختصين في هذا الشأن، غرفة التجارة وجمعية رجال الأعمال وجمعيات المهتمين في الإعاقة وكل جمعيات المجتمع المدني التي لهم علاقة، دعوتهم في مناقشة هذا القانون حتى نعطي صفة أكبر، وإن شاء الله يعني نوصل إلى نسب أكبر من 4%. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ جمال فخرو تفضل. شكرا معالي الرئيس، وشكرا موصول للزملاء مقدمي الاقتراح والزملاء في اللجنة. أنا في الحقيقة إذا اسمح لي معالي الوزير، كنت أتمنى في الحقيقة هذه المعلومات القيمة التي ذكرها لنا في الجلسة أن ترسل للجنة أثناء نظر هذا الاقتراح، لكان جميع الأعضاء استفادوا قبل الوصول للجنة. واللجنة في الحقيقة في, في, في تقريرهم ذكروا بأن الوزارة وعدتهم بإرسال معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وعدد العاطلين منهم والعاملين، وكذلك كشف بالشركات التي يعملون لديها. لو حصلنا هذه المعلومة ربما توصلنا إلى نتيجة، هل نحتاج أن نرفع النسبة إلى 2% إلى 4% أم نبقيها على 2%؟ اليوم سيد الرئيس في البحرين في 1400 شركة لديها 50 عامل فأكثر، وإذا طبقنا نسبة 2% عليهم هذه سيعطينا حوالي 5500 وظيفة، والأربعة في المئة سترفع النسبة إلى 11000 وظيفة في القطاع الخاص وليس في الحكومة. فسؤالي الآن، صحيح أن إحنا الأخوان ذكروا في تقريرهم أن في 13765
معاق أو من ذوي الإعاقة مسجلين في وزارة التنمية الاجتماعية. طبعا ما نعرف كم واحد منهم يشتغل وكم منهم ما لا يشتغل وكم منهم قادر على العمل وغير قادر على العمل. لكن الأخ الوزير قال أن في الآن 160 عاطل، ويبقى السؤال هل نحن فعلا بحاجة أن نرفع النسبة أو لا؟ أنا ما عندي مشكلة، النسبة هي مجرد سقف قد نحتاج، وإن شاء الله ما نحتاجها في المستقبل، إن شاء الله العدد يقل عن 2%. حتى إحنا نحتاج إلى أن الخدمات الصحية اللي عندنا تساعد ذوي الإعاقة على أنهم يعني يندمجون أكثر، وأن الموارد الجدد لا تكون فيهم إعاقة وإلى آخر من الأمور هذه. لكن أرجع أسأل أقول أنا، إحنا عندنا 160 عاطل الآن من ذوي الإعاقة، هل نحن فعلا بذلنا الجهد المطلوب لتشغيلهم؟ هل وزارة العمل تواصلت مع الإخوان أصحاب الأعمال؟ وهل في فعلا يعني عدم قبول من أصحاب الأعمال ولا في قبول من أصحاب الأعمال؟ أنا ما أعتقد أن إحنا عندنا ظاهرة كبيرة، لكن ربما تحتاج إلى شوية دعم من وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية للتأكد من أنه ما عندنا أي أحد من هذه الفئة قادر على العمل متدرب ولا يعمل فيها. أرجع أقول يا ريت الأخ وزير العمل أعطانا هالمعلومات، كان أعتقد بعضها من النقاش اختصر فيه في مداخل. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخت سبيش الفضالة تفضلي. شكرا معالي الرئيس، وشكرا لمعالي الوزير على يعني إثراء المداخلات اليوم. بس معالي الرئيس أنا دائما أستغرب يعني أمانة لما ناقش موضوع متعلق بذوي الإعاقة، يعني مثل ما معالي الوزير قال إن نقدر مشاعركم ونقدر بما معنى تعاطفكم أو من هذه، إحنا معالي الرئيس يعني فعلا الوزير هو صاحب اختصاص، ولكن إحنا مشرعين أيضا موجودين اليوم، إحنا معالي الرئيس ما نطالب بحقوق ولا بتاخذنا مشاعر ويعني من هذه الأمور من ذوي الإعاقة، هذه حق يكفلها لهم الدستور، وإحنا اليوم نشرع حقوق ونأكد على حقوق. فلان لين يتكلم بذوي الإعاقة، ترى هم أصحاب الشأن نفسهم يرفضون نظرة العطف أو الاستصغار، لأن ما شاء الله منهم من هو يعني يعني يعطون الكثير، وناس يعني إحنا نستصغر نفسنا من عطائهم وإنجازاتهم للبلد، منهم الرياضيين ومنهم الفنانين والمثقفين والمحامين والتربويين. يعني أنا أتكلم من واقع، ما أتكلم معالي الرئيس حتى من أرقام، لو أني بستثني اللغة الإنشائية وبستثني الأرقام. أنا معالي الرئيس من الحمد لله كنت في مجلس الشورى من 2019 إلى اليوم، علاقتي معاهم متواصلة من الإنستغرام، من الاجتماعات اللي نجتمع فيهم، علاقات خارج نطاق العمل. الكل يعاني والكل يعني ما ذكرنا هذه الأمور اليوم لكم إلا لأن هم يعانون منها. إحنا مو جايين نستعطف، مو جايين قاعدين يعني نذكر بس مشاكل ونقول أمور يعني نضيع وقت المجلس فيها أو نضيع وقت الوزير والوزارة. إحنا نقدر عمل الوزارة، وهناك العديد من المراكز والبرامج اللي تعدها الوزارة، ولكن إحنا اليوم هني جايين بهذه التعديل معالي الرئيس إنه أكد لما نقول ترفع النسبة، إحنا ما جينا عبث نرفع النسبة. معالي الوزير الله يحفظه يعني قال المشاكل اللي ذكرها في مداخلته هي مشاكل إدارية ما تخصنا، هذه مشاكل إدارية. القانون لو تطبق مثل ما هو موجود يكفل حقوقهم ويلزم أصحاب العمل، اللي ما بقول الكل لأن في أصحاب عمل أهم من نفسهم بدون أي قانون معالي الرئيس موظفين حاليا يمكن أزيد من نسبة 2%، ولكن بعض أصحاب العمل ممكن نحطون عراقيل. هذه هي الأمور المتواجبة على الوزارة أن هي تعالجها. هناك العديد من المواد، المادة 14-19 القانون كله لو بندخل في تفاصيله، أنا مساعة قلت معالي الرئيس ما نبي ندش في تفاصيل حاليا لأن احنا في جواز النظر فقط، ولكن ردا على ما قاله الوزير وردا أيضا على ما قاله أنه بالنسبة عن القرار اللي هو الوظائف الحكومية، ليش سيدة راح الفكر أن احنا ما نطمح لهم بوظائف مثل كاتب أو شيء؟ ليش؟ هل هذه الوظائف فقط الحكومية المقتصرة على ذوي الإعاقة؟ ذوي الإعاقة منهم المدرس ممكن يكون، وممكن كاتب العدل أو أي حتى قاضي يكون في وزارة العدل، ناس مؤهلة، ناس دارسة، ناس تعبت على نفسها. فمعالي الرئيس أتمنى يعني أنا هذه ما سامحني أن أنا يمكن طلعت من هدف المقترح، لأن معالي الوزير طلعنا من هذا الشيء، إحنا مقترحنا واضح وكلامنا واضح، هي كلمتين تعديلهم وفقط لا غير، فما بأدش بعد في تفاصيل أكثر. قلت لك معالي الرئيس
على العموم شكرا لكم. أنا الحقيقة قبل ما أعطي الكلمة إلى سعادة الوزير، أنت يا أخ سبيتش أولا جهودك معروفة ومشكورة في الاهتمام بهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، أنت بشكل خاص وكنت في مجلس الشورى أو خارج مجلس الشورى، ولكن الحين أنت قلتي كلمة، لو طبق القانون لاستقرت الأوضاع ولشغل جميع المعاقين القادرين على أداء عمل في المؤسسات الخاصة أو المؤسسات الرسمية. فإذا المشكلة ليس في رفع النسبة، النسبة أن يوضع القانون ووضع التطبيق. سعادة الوزير قال أرقام، الحقيقة أنا يعني لما شفت الأرقام أعتبرها أرقام متفائلة، إن في العام 2022 شغلوا أكثر من 200، والآن مسجلين الطالبي العمل من ذوي الإعاقة في حدود 200. إذن القضية قاعدة تأخذ مجراها لكل طالبي العمل في مختلف المجالات. والتعديل اللي أدخلته على الاقتراح أنه إذا كان قادر على أن يقوم بهذا العمل المتاح، سعادة الوزير اتفق مع الأخ دلال على أن هناك قضية لوجستية بالنسبة إلى المؤسسات، وهذه يجب أن نعمل عليها. ولكن الكلام اللي قال الدكتور هاني الساعاتي يحتاج إلى وعي مجتمعي. لما أأتي وأشوف لافتة لذوي الإعاقة وأجي أوقف سيارتي وأنا مرتاح الضمير، فأنا أعتقد أن هذه تحتاج إلى أن يكون المجتمع أيضا واعي أن هذا المكان مو له، إلى شخص آخر. أنا بس حبيت أعرج على نقطة، أن جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد الأمين وحكومتنا الموقرة مهتمة بهذه الفئة اهتمام كبير، فأصبحت البحرين نموذج الحقيقة يحتذى. أنا أقول هذه فئة وهناك فئات أخرى، لكن في الأخير أنا اللي أقوله بأن البحرين فعلا يعني لها سجل ناصع، سواء كان على المستوى الإقليمي ولا المستوى الدولي ولا حتى على المستوى المحلي. وطبيعتنا احنا دائما نتعاطف مع من يحتاج إلى هذا التعاطف، ونحاول أن نوفر لما يمكن توفيره. فهنا السؤال الآن واللي طرحه أخي جمال مؤخرا، هل أن نسبة 2% كافية على تغطية الحاجة، أم أن زيادة 4% هي الحل لمثل هذه الحاجة؟ هل هذه الحاجة هي بتوفير التسهيلات اللوجستية بحيث أن احنا نحلها، ولا بزيادة الجهد للتوظيف؟ يعني أسئلة كلها يعني مطروحة للبحث. بس أنا أقول في الأخير أن كل الأفكار التي وردت كلها أفكار يعني الحقيقة تصب في مصلحة ذوي الإعاقة، وكلنا يعني لا نختلف لا مسؤولين ولا سلطة تشريعية ولا حتى مواطنين بأن هذا الموضوع مهم وحيوي ويجب أن نعطي يعني عنايتنا القصوى. وبعدين طلبت يعني الحقيقة أنا بس نقطة أخيرة، بعض المعلومات اللي طلبها الأخ جمال، يعني دائما الحكومة تقول ما طول هو اقتراح بقانون لا نقدم أي رأي وأي معلومة إلا إذا أتى مشروع قانون وبالتالي يأتي برأي الحكومة المسبب في هذا المشروع القانون. فلذلك يعني
ان هم بعض الوزارات واكثر الوزارات الحقيقه متعاونين معنا بالرغم من انهم غير ملزمين، ولكن يتعاونون ايضا في المقترحات بالقانون، ونحن نشكرهم على ذلك. ولكن في الاخير انا اقول هذا يبقى هو مقترح، جواز النظر فيه والدخول في تفصيلات القانون هذا ان شاء الله لما ياتيكم في السلطة التشريعية سيذهب للنواب ولهم رأي، وسيذهب للحكومة ولها رأي، وسيأتي لكم في النهاية ولكم أيضا رأي فيه. أنا سامحوني على شوي مداخلة طولت شوية، ولكن بس أنا حبيت أن يعني ألم النقاش اللي دار كله في بعض النقاط اللي يجب أن نفكر فيها ونعطيها مساحة من التفكير. والكلمة الأخيرة للأخ العزيز جميل محمد الحميدان، اللي أولا قبل ما يقول كلمته نثني على جهوده في تشغيل الأصحاء وتشغيل أيضا ذوي الإعاقة، والحقيقة حمل ثقيل نحن يعني نشفق عليه من هذا الحمل، ولكن دائما يواجه التحديات بابتسامته المشرقة، سواء كان في السلطة التشريعية أو سواء كان في المقابلات الصحفية والإعلامية. فشكرا جميلا جزيلا سعادة الوزير، وتفضل لك الكلمة الأخيرة. شكرا معالي الرئيس، دائما نجد منكم مثل هذا التقدير وهذا الكلام اللي نعتز فيه. الحقيقة ليس بيننا أي خلاف، وآخر واحدة ممكن أختلف معها هي سبيكة الفضالة على حسن حقيقة أهدافها وعلى جهودها الواضح في هذا المجال. فعلا أنتم تشريعيين، سلطة تشريعية، وأنا أمثل سلطة تنفيذية، ومهمة السلطة التنفيذية تبين القضايا على قولتش الإدارية واللوجستية والأشياء المتعلقة بالتفاصيل. أحببت أن أقدم لكم بعض المعلومات اللي تأكد لكم بأن إحنا بصدد عقد اجتماعات مكثفة لتنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتشغيل المعاقين في البحرين. كل الجهات اللي تعمل والجهات الأهلية أيضا تشترك في إيجاد حلول لتسريع وجعل تنفيذ 2% واقع على أرض الواقع، حقيقة على أرض الواقع. قصد إن لا يخوفكم العدد 13,000، 13,000 اللي هم مسجلين ما لهم علاقة بالعمل، هذول مسجلين كمعاقين حتى يأخذون الإعانة أو العلاوة الإعاقة. أكثر من نصفهم متاح المعلومات، وإن شاء الله لما تطلبوها أكثر من نصف أطفال، وأكثر من عدد كبير منهم يعملون، وبعضهم خارج سن العمل، وبعضهم غير قادرين على العمل. هاي المعلومات بتفصيل أكثر في المستقبل حسب القنوات القانونية متاحة. فعلاً التوظيف جاري، يعني شوف في سنة 2023 الآن عندنا 269، لكن خلال نفس العام اللي هو انقضى تم توظيف 272، وتم في السنة 22 تم توظيف 271، والجهود جارية والتنسيق ماشي لتسكين وتحقيق الموائمة، وأن يكونون مثل ما تفضلتوا أو يكونون في وظائف لائقة مناسبة قادرين على أدائها وفق المواصفات الصحية والنفسية إلى آخره. لو أردتوا تروحوا أي بعد أكبر لصالح المعاقين نحن معكم أهلا وسهلا. لو ساعدتونا في معرفة طرق مواجهة التحديات والتغلب عليها في سبيل أي مجال من المجالات، تكامل السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الوطنية المطلوبة، ولا يوجد مواطن ممكن يعيق هذا الجهد أن نزيد فرص العمل لذوي الإعاقة.
فالحقيقة أنا بس فقط حبيت أحيطكم علم أن اللي عملنا حاليا مع الإخوان في التنمية والجهات الأخرى في إطار الخطة الوطنية أن نسرع ونقول نعم أزلنا العقبات ونحن في أحسن وضع ممكن بالنسبة إلى الفحص، الانتقاء، الاختيار، اختيار الوظائف، اختيار أماكن بيئة العمل، اختيار إلى آخره من تحديات. فالحقيقة أنا أقدر كل جهودكم واعتبروني إن شاء الله يعني واحد منكم، وإن شاء الله نلتقي دائما على الخير، وشكرا جزيلا معالي الرئيس. شكرا. ختامها مسك كما يقال. والآن إذا ممكن تقرأ التوصية. شكرا معالي الرئيس. توصي اللجنة جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء سبيجة خليفة الفضالة، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، طلال محمد المناعي، هشام هاشم القصاب. شكرا معالي الرئيس. توصية اللجنة هو جواز النظر في المقترح بقانون. الموافقون؟ على كل أنا أعتبر أن التصويت على مشروع القانون بالإجماع، وإن شاء الله نحن دائما إلى الأمام في خدمة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا. في عندنا تقرير تكميلي اللي هو طبعا جاكم في جدول الأعمال. الحقيقة الأخ مدير اللجان يقول لي قد يستغرق وقتا طويلا في مناقشته، والأخ حقيقة الأخوان أعضاء هيئة المكتب وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية لديهم اجتماع مع وزير المالية وعدد من الوزراء. طيب، الموافقون على التأجيل؟ هذه الأغلبية. ها؟ طيب، إذن هذا التقرير يؤجل إن شاء الله إلى الجلسة القادمة. وعندكم طبعا تقارير وفد الشعب البرلمانية، هناك تقريرين إلى علمكم الكريم، فإذا في أي ملاحظات عليهم، وإذا ما في ملاحظات فيعتبر أنه تم الاطلاع عليهم حسب العادة. وبهذا نرفع جلستنا اليوم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. شكراً.